السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على المدن الذكية كمثال عملي. كمثال عملي أعتقد سنغافورة من أفضل المدن اللي ممكن نتكلم إنها من المدن الذكية. ما فيش حاجة اسمها مدينة ذكية 100% أو مدينة غبية 100%، كل مدينة بيبقى فيها بعض الوسائل وهكذا. ممكن مثلا تكون مدينة فيها واحد أو اتنين من الأدوات بتاعة المدن الذكية، وفي مدينة تانية عندها نقط تانية وهكذا. يعني ممكن تمسك مدينة هي حاليا المدينة دي السكان فيها واتبنت وكل حاجة، ففي حاجات تنفع انها تتحط وفي حاجات ما تنفعش انها تتحط، فبتبدأ تدرس ايه الحاجات اللي ممكن تضاف للمدينة تخليها مدينة ذكية. ومش القصد ان احنا نسقف ونقول هي مدينة ذكية، لا، القصد ان انت توفر الطاقة وان توفر المية وتعمل خدمات للسكان. ممكن مثلا تستخدم وسائل ذكية في ان انت تحل مشاكل المواصلات، ممكن تستخدمها في ان انت تقلل السرقة، في ان انت تقلل الاستهلاك بتاع الطاقة. يعني مثلا الانارة ما تنورش غير لما يكون في حد يتحرك، لو الناس قاعدة محدش يتحرك. انا كنت رايح شركة من شركات في بدون ذكر اسامي البلاد، يعني السعودية، والاجتماع كان لسه هيبدأ، فانا قاعد في القاعة ومركز جدا في الحاجة اللي قدامي اللي انا هتكلم فيها، فالنور طفى. فقمت عشان اتحرك، النور قاد، ففي سنسور موجود لو ما فيش حد بيتحرك في الاوضه هي بتطفي. تمام. طيب خلينا نشوف مثلا الفيرشوال سنافوره، اهي فيها شويه حاجات لذيذه ان انت هنشوف الفيديوهات اللي هم حاطينها، اهي موجوده اهي. طيب في فوائد طبعا للحكومه نفسها، بتقدر تسيطر على الامور، لو في مشاكل تقدر تحس بيها تعرفها تتنبأ بالحاجه اللي هتحصل بعد كده، وهي بتستخدم حاجات كتير سمارت، والمواطنين بيبقوا متوصلين بالمعلومات بتاعتهم توصلوا بالحكومه، فلو في اي حاجه يقدروا يسيطروا عليها زي مثلا مرض الكورونا وهكذا. البيزنس بيقدر يعرف الاستثمارات بتاعته، اي حد عايز يعمل سيرش او ابحاث لتطوير المدينه بيلاقي كل المعلومات اللي هو ممكن يحتاجها. تمام. طيب خلينا نتفرج على الفيديوهات. هتلاقي حاجة مثيرة جدا، هو بيعمل زوم على سنغافورة، وفعلا من البلاد اللي اتأثرت بسيط جدا بالكورونا، من أقل البلاد اللي اتأثرت رغم قربها من الصين. ده الموقع بيقدروا يتحكموا فيه، تقدر تشوف حاجة 3D وتشوفها الصبح وبالليل ال 24 ساعة، تقدر تعمل زوم على أي مكان، مجرد تعمل سيلكت بيقولك ده المكان اللي عنوانه اهوت، يديلك العنوان بالظبط بكل المعلومات اللي أنت عايزه. طب انا عايز اعرف المكان ده مثلا مساحته قد ايه، تقدر تعمل سيلكت بالشكل دوت اهو، تقدر تعرف المساحه بسهوله، وبعد كده تديله ده كده الاريا. تمام. ممكن تديله بقى المكان كله فيقول لك الفوليوم نفسه قد ايه، فدي معلومات متوفره. فلو انت عايز تعمل اي حسابات وليكن مثلا درجه الحراره، لو زرعنا الاسطح مثلا سهل تلاقي المعلومات اللي انت عايزها، سهل ان تعرف المساحات بتاعت المدينه قد ايه. هنا مثلا كار باركنج دي تسيع كام سياره مجرد ان انت تعمل سيلكت، هنا في كام عمود نور مجرد ان انت تعمل سيلكت تعرف المعلومه. لو في اي مشكله مثلا حريقه، في اي حاجه تقدر تتحكم فيها تعمل سيلكت يقول لك دي اندر كونستراكشن. زائد ان هو مدخل البيم في السي اي ام. السي اي ام هي الناس بتقولها سيفل، ويعني وناس بتقولها سيتي، ان انت معلومات المدينه بتحتوي على كل المعلومات اللي انت عايزها. وبعدين تقدر تشوف مثلا اتجاه الريح هيبقى عامل ازاي وهكذا، تقدر تتحكم في كل حاجه موجوده في المدينه، تحصل على كل المعلومات اللي انت عايزها. طبعا سنغافوره لما جت بدات قاعده تدور على البلاد اللي ممكن تستفاد منها، فقالوا نستفاد من مصر، والوفد كان رايح يقابل جمال عبد الناصر، بس يعني حسب ما سمعت ان هو ما قابلهمش والحمد لله، فعملوا طفره ما شاء الله يعني. تمام. ف ده كل ده بالبيم. طبعا الثلاثه دول مشهورين جدا، شفناهم في افلام كتيره، شفتهم في فيلم الكونان وهكذا. الثلاث مباني دول عباره عن فندق كبير وفي حمام سباحه فوق. فلو انت عايز تزور المدينه تقدر تشوف كل حاجه دي من ملاهي برضو كانت موجوده في فيلم كونان. طبعا يعني في ناس ممكن يعني
يموت لو ركبوا المرايه ديت. اي فندق بتعمل سيلكت عليه بيبدا يجيب لك كل المعلومات اللي انت محتاجها، وتقدر تدخل براحتك فيرتشوال، تقدر تدخل تعمل زوم على اي مكان انت عايزه. في ملعب كورة هو في قلب المية استاد، اي معلومة انت عايزها تعمل سيلكت على حاجة تقدر تاخد المعلومة اللي انت عايزها، وتقدر تعمل كأنك ماشي في المكان الكوبري دوت. طبعا احنا حاولنا في البلد العربية ان احنا نحط بعض المباني 3D، وبس للأسف يعني في مشاكل للأسف يعني أمن قومي وحاجات زي كده يعني. تمام، أي معلومة عايزها في أي مكان تقدر تحصل عليها بسهولة جدا، هو تقدر يوريك الحاجة 3D. طبعا في معلومات متاحة وفي معلومات شخصية غير متاحة، وحاجات لحظية لو انت مثلا عايز تركن باركنج اهوت. طبعا ما اعرفش اركن في الحتة الضيقة ديت، ما اعرفش يعني. طبعا في حاجات بتنقل يعني، حاجات كلها سمارت وحاجات كلها صديقة للبيئة. طبعا عندنا في الامارات مصدر من الاماكن الصديقة للبيئة، وفي لوسيل في قطر. ونتمنى ممر التنمية بتاع دكتور فاروباز يتم على خير ويبقى برضه من السمارت. انت تقدر تحصل على كل معلومات استهلاك الطاقة اللي انت عايزها، فحاجة خيالية يعني، خيالية بس حقيقية يعني، حاجة بتنفذت فعلا يعني. في ناس ماشية بالحاجات دي وبيوفر يعني، مش هي رفاهية ومعاهم فلوس بيضيعوها، لا ده هي بتوفر لهم، توفر في استهلاك الطاقة. ده في مول مثلا تقدر تعمل سيموليشن للحركة مثلا هتبقى عاملة ازاي، مثلا في حصل أي حاجة والناس عايز تخرج هتخرج ازاي. تقدر تشوف لو انت ماشي في الشارع هتبقى عاملة ازاي الشوارع، فتستمتع بالمكان وتقرر انت تسافر وتقعد هناك. فيديو آخر بيوريك القوة بتاعة المدن الذكية.